تعد المنطقة الخضراء في شرم الشيخ شاهداً على تحول المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة، إذ أنها تضم أكثر من 50 مجسماً معاد تدويره، ويستطيع المشاركون في COP27 التنقل بداخلها باستخدام وسائل نقل نظيفة لتكسيد أو لتجسد بشكل تام المعنى الحقيقي للبيئة النظيفة. بهذه الأضواء والهوية البصرية المبهرة والمسطحة الخضراء المنتشرة بكافة أرجائها، تختلف المنطقة الخضراء تماماً بثوبها الليلي عما تكون عليه نهاراً، فهي خيال من وحي الطبيعة منفذ على أرض مدينة شرم الشيخ. فبمجرد أن تطأ قدمك هنا ستجد كل ما هو معاد تدويره صديق للبيئة بأكثر من 50 مجسم، إضافة إلى مبادرات متنوعة. الحمد لله نجحنا وواجهنا صعوبات كتير قوي عشان الحدث ده ينجح، بس بفضل ربنا ثم القياده السياسيه اللي شغاله وواجهت كل الصعوبات اللي موجوده قدرنا ان احنا ننجح. اتعلمت كتير قوي وعرفت ان بجد لازم نحافظ على بيئتنا، ولازم مصر تبقى جميله بجد، احنا بايدينا احنا هتبقى جميله. بالطاقه النظيفه يمكنك التنقل بين جوانب المنطقه المتنوعه، وذلك باستخدام السياره او الدراجه او السكوتر الكهربائي، فهي وسائل وفرتها اللجنه المنظمه بمساعده المتطوعين لخدمه الزائرين وتيسير انتقالاتهم. الحديقه جميله جدا، كل حاجه فيها. هنا بنقدر نتنقل بالسكوتر ده، هو فري جدا، ما بندفعش فيه اي جنيه مثلا، بنتحرك بيه في اي مكان، هنا بنروح بيه جوه. السكوتر برضو معانا حاجه مش دابه للبيئه وكده، بنتنقل بيها في كل مكان، وبجد يعني المكان جميل جدا جدا. فيما يتم إقامة حفلات يوميا تبدأ من 6 مساء طوال فترة إقامة مؤتمر المناخ من خلال فرق الدول المشاركة التي تتنوع ما بين الغناء والفولكلور المعبر عن كل بلد. بعد بقى يوم السيشنز واللقاءات العلمية الكبير بيبدأ الناس تصفي ذهنها وتحضر الحفلات. رسالة واضحة جدا للأجانب أو الزوار الأجانب اللي ده تراثنا واللي احنا عندنا مختلف الثقافات. التنفس حياة، شعار يتجسد هنا بالمنطقة الخضراء بكل أشكاله، حيث تأخذ شكل قلب إنسان محاط بغصنين زيتون في تصميمها، ويعرض بها أيضا من خلال جسر مائي أفلام بأحدث التقنيات الفنية بهدف التوعية البيئية بعدد من الرسائل وطموحات الشباب من أجل عالم أفضل. سالي سالم، التلفزيون المصري.